يا مساء الورد والفل والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان، واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من الكوره مع سيب. طبعا معنوياتك اكيد في العلالي، سواء كنت من جمهور النادي الاهلي فمليون مبروك ليك فوز الاهلي على الرجاء والتتويج بكاس السوبر الافريقي، او لو كنت زملكاوي فمليون مبروك ليك فوز مهم جدا في الدوري على المقاولين 2-1. وبالتالي انا كمان عايز ابسطك اكتر واكتر واقول لك ان حساب الذهب بقت الدنيا عليه سخنانه جدا، والإقبال على الاشتراك ابتدى يزيد. بفكرك إن كل المطلوب منك إنك بتبعت جملة الذهب مع سيب على 11.66 علشان تشترك في حساب الذهب، الحساب ده اللي بيخلي 5 كل شهرين يكسبوا 2 جنيه ذهب، وكمان اللي حظه في العلالي بيخش معانا السحب على شهر 10 اللي جاي وبيكسب جايزة المليون جنيه. بجانب الاشتراك يلا بينا نتكلم في الكورة ونشوف اللي حصل للأهلي والزمالك، ونبدأ حلقة جديدة من الكورة مع سيد. كالعاده منورنا ومشرفنا احمد عز الدين الجولدن بوي اللي معانا في الكوره مع سيب دايما. مساء الفل. مساء الجمال. ايه الاخبار؟ تمام الحمد كله لله. حلو. الحمد لله. مبروك للاهلي. مبروك للاهلي والزمالك. ومبروك للزمالك ومبروك لريال مدريد ومبروك للناس كلها. والبلاس 90 والدنيا كانت جامده الاسبوع ده. طيب عندنا كذا حاجه نتكلم فيها، لكن نبدا بالاهلي وكاس السوبر الافريقي. السولاي بيسخن، ما قدرش انه يلعب المباراه، نزل ياسر ابراهيم. حس جمهور الاهلي في اول فتره ان في عك حصل في الملعب. ايه اللي حصل؟ ما تيجي ناخد خطوه لورا سنه كده، يعني خلينا نرجع دايما للنقطه الجدليه اللي بتتفتح. الاهلي بيكسب الاداء مش سوبر يبقى موسيماني وحش، الاهلي مش بيكسب يبقى موسيماني وحش، الاداء الاهلي بيكسب والاداء كويس بس في 5 دقائق مش كويسين موسيماني وحش. موسيماني وحش، فهل موسيماني وحش عشان نريح الناس دي بقى كلها، ولا هي تتأسس ازاي؟ ما ينفعش يبقى وحش، يعني وحش دي صعبه، لكن عنده وجهات نظر في حاجات ما بتصبش احيانا، ممكن قرار غلط مره ممكن، لكن وحش دي بني ادم يعني. بالظبط كده. طيب مش روت. بالظبط كده. فده اللي انا كنت عايز اقوله، ان انا متهيألي علشان بس نفهم هو ليه انتقاد موسيماني سهل، انا متهيألي ان القصه كلها مرتبطه بان سهل قوي عليك انك تقول المدرب ده مدرب فاشل، اسهل بكتير من انك تقول المدرب ده مدرب كويس. ليه؟ لان مدرب فاشل ليه هو ممكن يكسب بطوله ويكسب الثانيه ويكسب الثالثه وبعدين يخسر ماتش، فتقول مش انا قلت لكم، مش انا جيت قلت لكم يا جماعه ان الراجل ده فاشل، ده اللي بيكسب ده اي عم حارس يقدر يكسب البطولات. طب هو ليه خسر الماتش طالما هو عم حارس يقدر يكسب البطولات، ولا عم حارس يقدر يكسب البطولات والماتش اللي خسره موسيماني ده موسيماني بس اللي يشيله؟ بالظبط كده. فعشان كده بحس دايما ان سهل تقول على المدرب فاشل، بس هو ده مش منطقي، لان زي ما قلت لك هو بقى صعب انك تقول على المدرب ناجح، لانك هتصطدم بانه احيانا بيعمل تغييرات غلط، احيانا بيبتدي الماتش غلط، احيانا الظروف بتخونه، احيانا اللعيبه بتخونه، فبتتكلم في ان في الاخر النجاح مش سهل، وبالتالي سهل جدا انك تقول عليه فاشل. بس احنا اتكلمنا في ده قبل كده لو انت فاكر، عن فتره جوزيه، انه علشان العنصر البصري بتاع الجمهور ما شافش ده قبل كده مع جوزيه بنفس القدر، يعني انت كنت تاخد بطولات على طول على طول على طول، تكسب على طول، فرق كبير وحاجات عامله كده. فلازم نوضح برضو ان فرق الجيل كبير مش متوسط. فرق ظروف كتير قوي، فرق الجيل، فرق جيل الناحيه الثانيه بالمناسبه كمان، حتى عند الزمالك وظروف الوقت اللي كانت موجوده، افريقيا كانت وضعها مختلف. مانويل جوزيه كمان هو استثناء للقاعده بالنسبه لي يعني في الاهلي، يعني الراجل كل ما بيعمل حاجه بتيجي صح. هو في الاخر انا مش عايز اقارن اصلا موسيماني بجوزيه، لان ناس كتير بتعمل المقارنه دي، وناس كتير بتعمل المقارنه بتاعت موسيماني فايلر وغيره، انا مش هقدر اقارن بينهم. جوزيه في مكانه اخرى خلاص، زي بالنسبه لنا حسن شحاته في مكانه اخرى، زي محمود الجوهري في مكانه اخرى. بالظبط كده. فده الاستثناء للقاعده، مش هينفع استناه. بس انا بتكلم على حته، هو انا دايما لازم في كل مباراه اعيد تقييم الراجل، ولا ينفع نثبت على ان هو راجل نجح كثيرا وبالتالي هو بقى ليه رصيد وصلت، وبالتالي طيب. الباقي ده نقاط بسيطه نتكلم فيها. اللي حصل بقى في الماتش فكره ياسر ابراهيم نزوله، ثم توهان قفشه نسبيا في الطريقه دي، وقفشه دي يعني هنفتح منها شويه، لانه الناس هتروح ترمي على كيروش، وانه ما هو الراجل كان شايف ده عند قفشه،
وعشان كده شويه مش في حساباته 100% وهكذا. فتعالى نتكلم في الحتتين دول الاول. طيب في الاول القصه بتاعت الناس عماله مخضوضه من 3 4 3 وبتحملها دايما اي اداء سيء بتحملها 3 4 3 وليه ما بتلعبش 4 2 3 1؟ ده ليه؟ لان الناس متعوده على 4 2 3 1، بس هي 4 2 3 1 زي ما انت متعود عليها هي السبب في خسارتك من طلائع الجيش. صح. فانا اقصد مش المفترض انك تميل للحاجات القديمه لمجرد انك عارفها. ودوري السنه اللي فاتت كان في جوان كتير بتخش في الاهلي لان ما كنتش متامن 4 2 3 1 اللي هي ما كانتش مامنك اول ناس ذاكرتها. فهي الفكره مش في الطريقه، الفكره ان الخصم احيانا بيبقى مذاكرك فانت مجهز له ايه. ف 3 4 3 في المباراه دي في بدايتها كانت فيها الصدمه الاولانيه بتاعت خروج عمرو السوليه. طيب ايه اللي بيعمله خروج عمرو السوليه؟ بيعمل مشكلتين في الحقيقه. المشكله الاولانيه انه بينزل مكانه مدافع كورته قليله ياسر ابراهيم، فكورته قليله بونا اللعب يعني، فبالتالي انت خسرت واحد من ورا من الثلاثه اللي بيبنوا اللعب كويس اللي هو حمدي فتحي، وحطيت حمدي فتحي في الوسط اللي هو مش عمرو السوليه اللي هو عنده التزام دفاعي اكتر منه قادر ان هو يباصي كرات مباشره على المرمى. فانا خسرت حتتين مع المذاكره بتاعت الرجاء للقصه بتاعت ان انا اقفل علي معلول واقفل اكرم توفيق احط حد على بدر بنون، فالناحيه الثانيه بقت يعني خلاص الـ 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 يعني هم بيلعبوا وقت بنا اللعب بتاع الاهلي الرجاء كان بيحط اثنين، واحد على بدر بنون والثاني على ايمن اشرف، وبالتالي لما بتروح الكوره لياسر ابراهيم ياسر ابراهيم بيعجز فبيقوم رميها كره طوليه فبترتد الكره على الاهلي مره اخرى. فالطريقه بتاعت مذاكره الرجاء لطريقه اللعب بتاعت الاهلي كانت مشكله كبيره. طيب هل بقى هنا كان لازم موسيماني يكمل ب 3 4 3 ولا كان صح ان هو يروح ل 4 2 3 1 زي ما عمل؟ انا في رايي ان 3 4 3 دي حتى هذه اللحظه هي مظلومه لان اللعيبه لسه مش حافظه كل ادواتها، بمعنى ان انا شفت في الشوط الاولاني مش فرص، لا اشباه فرص، بمعنى باصه اللعيب ما شافهاش في الملعب، بس باصه لو اتعملت هي هتوديك على الجول. علي معلول مثلا يبقى رايح على الجول وبعدين الباص ما جالوش، يرجع بترجع ليه؟ اثبت انت لو ثبت قدام، لان مجدي قفشه موجود ناحيه الشمال واخد هو الباك اليمين، لو اترمت لك الكره من ايمن اشرف انت رايح على الجول، بس هو ما عندوش الصبر ده لانه ما عندوش لسه العلم الكافي والتعود الكافي على 3 4 3. ف 3 4 3 محتاجه تعليم كتير، بس لو قدر الاهلي يحفظ التعليمات بتاعتها بشكل سليم، لو اتفرجوا على كل ماتش وعرفوا كل باص غلط ما طلعش يطلع، الفرقه دي هتبقى مرعبه. فبنتكلم على باتر ان مظبوط، لكن شويه القرارات الاخيره او الافكار اللي هي بتوصل لحد المرمى اللي هي بالنسبه لي بتعرفني ان العيب مش في الخطه، العيب حتى هذه اللحظه في التطبيق لسه. مزبوط. والتطبيق بتاع اللعيبه هيتحسن بالتعود على الطريقه. وده كان رايك ان انت غايب فتره طويله جدا عن اللعب بشكل جماعي، وانك كمان جالك بقى الاصابه بتاعت عمرو السوليه، وهنا نقطه برده مهمه قوي بالنسبه لعمرو السوليه اتمنى موسيماني ياخد باله منها. يعني عمرو السوليه الوحيد تقريبا في الاهلي اللي ما اتخلقلوش بديل لحد دلوقتي. يعني قول لي اي اسم في الاهلي هقول لك مين بديله. عمرو السوليه الوحيد اللي ما اتخلقلوش بديل. المفروض يبقى عمار بقى، يعني بالزبط. هو اللي ياخد المكان ده. فاتمنى ان عمار يبتدي ياخد دقايق شويه، انا ما اعرفش عمار ما بيعملش ايه فما بياخدش دقايق غير الناس تفتكر ناصر ماهر ولا حصل مع ناصر بالزبط. ماهر. بس 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 عمار يستحق الفرصه من رايي لو انت بتتكلم على موهبه على قياس موهبه. واعتقد انه هيفيد كتير قوي الاهلي، هيبقى فعلا بديل ممتاز لعمرو السوليه وايقاع سريع جدا، اتمنى انه يستغل فتره كاس الام في البطوله بتاعه كاس الرابطه. يعني بيرجع الاهلي بيتعادل ثم ركلات الترجيح بتحسم الفوز للاهلي. بننسى طاهر كتير بس لازم نفتكره المره دي. لان تقييم طاهر دايما مشكله في انك انت ما بتقيمش اللعيب على الامكانيات بتاعته، انت بتقيمه على اللي انت عايزه. فانت عايز ايه من الجناح؟ لعيب حريف يرقص سته، بيخش لجوه، بيشوط الكوره ار2، بتيجي دايما مع جول وهكذا. امكانيات طاهر مش كده. امكانيات طاهر هو لاعب فيزيكلي قوي، بني ادم قوي بدنيا، بيقدر يكسب الالتحامات، بيقدر يتواجد داخل منطقه الجزاء، بيقدر يستخدم رجله الاثنين كويس. فبالنسبه لي توظيف طاهر في ان هو ينزل يكون العنصر الاضافي، العنصر اللي عامل الزياده العدديه اللي بيرسي تاو قادر يرقص، واللي محمد شريف ومجدي قفشه قادرين يتعاملوا مع الرقابه الفرديه بطريقه واحد على واحد ووصلوا له الكره للمنطقه دي، هو ممتاز في دي. فبالنسبه لي طاهر يمكن هو محتاج يشتغل على نفسه عشان يتكامل، محتاج يعرف يرقص امتى، لان طاهر عنده ازمه واحده بالنسبه لي، انه لما بتبص على عدد المراوغات اللي بيحاول يعملها هو بيحاول يعمل اكتر من امكانياته. فبالنسبه لي هو لو ادرك الدرس اللي ادركه واحد زي كريستيانو رونالدو زمان قوي، مفهوم ان الموهبه بتاعتي انا مختلفه،
انا مش هرقص بالطريقه بتاعتهم، انا محتاج ابقى عارف الطريقه بتاعتي في الترقيص، التكنيك بتاعي مختلف. فالتعلم رحله التعلم دي لو كملت عنده هيبقى لاعب ممتاز، ما كملتش هيبقى بديل ممتاز. فايلر حاول مع رمضان يخش للعمق اكتر، تفتكر طاهر يقدر يلعب اللعبه دي مع موسيماني ويخش للعمق اكتر ولا صعب؟ يقدر طبعا. هي الفكره هنا بس بالنسبه لي زي ما قلت لك في ان الاهلي عانى الموسم اللي فات من ان الاجنحه بتاعته تحديدا ما كانتش قادره تديله اجوال كتير، يعني العدد بتاع الاهداف كان المفترض يتضبل يتضاعف. اللعيبه كانت مع بيتسو موسيماني زي سيرينو والنوعيه دي من الاسماء كانت بتديله عدد اكبر من الاهداف، فعشان كده راح لبيرسي تاو وراح للويس ميكسوني، ناس هدافة اكتر او بتسجل اكتر. فالدور بتاع اللعيبه بقى اللي اتحولت لبودله ان هم يفهموا نواقصهم ويكملوها. فواحد زي صلاح محسن مثلا لعيب سريع جدا، لعيب حريف، لعيب بيروح على الجول كويس، لو الريت بتاع الجوال بتاعه جول من كل اربع فرص فلازم يحسن المعدل ده. لو طاهر محمد طاهر بيرقص ست مرات بيعدي بس مرتين لازم يحسن المعدل ده. كل لاعب لازم يشتغل على النواقص بتاعته. طيب اخر حاجه عندي في الاهلي للمستقبل، قفشه وعبد القادر يجوز يلعبوا مع بعض او لا؟ دي واحده. والتانيه خاصه ببيرستاو بعد التفويضه بتاعت امبارح يعني، وفكره بيرستاو ودوره مع الاهلي، هل ممكن يضايق محمد شريف في مكانه ولا هيفضل هو اللي ورا شويه وشريف محتفظ بهذا المكان؟ مجدي قفشه وعبد القادر دي ثنائيه ممتازه. عبد القادر بالنسبه لي مركزه ايه؟ بلاي ميكر، جناح، يقدر يسد في كذا حاجه. بالظبط كده، هو ملوش مركز بالنسبه لي لحد دلوقتي، هو اي حاجه في الاماكن الاماميه، هو لحد دلوقتي هو امكانيه اكتر منه مركز. دي الميزه الاصليه اللي بيستخدمها موسيماني بشكل ممتاز، ان في الماتش ده انا عايز امسك الكره ناحيه الشمال نزل عبد القادر ناحيه الشمال، انا عايز اعمل ماسك للكره اكتر في وسط الملعب فانزل عبد القادر ارتكاز تاني او انزل مجدي قفشه ارتكاز تاني واخلي عبد القادر صانع لعب. عبد القادر لو بقى اقوى بدنيا شويه هيبقى في حته تانيه في الكره. هو وقفشه مع بعض في ملعب واحد. ما عشان كده بقول لك، لان امكانياته هو لحد دلوقتي هو ملوش مركز، الامكانيه بس بتاعته زياده الاحتفاظ بالكره وزياده القدره على المراوغه. ففكره ان في واحد موجود بياخد العين عن مجدي قفشه دي ممتازه، وفي نفس الوقت مش بيبلوكوا بعض، لان الراجل قادر على انه يتحرك على اخر الطرف وقادر انه يتحرك في اخر في اقصى العمق وقادر انه يتحرك في مركز صانع اللعب. فهو مش بيبلوك مجدي قفشه، بالعكس هو بيكمل الشغل بتاعه، بيقف على الكوره بيعدي، يكون مجدي قفشه راح لحته ثانيه وبقى عنده مساحه اكبر لاستلام الكوره وهكذا يعني. بيرستاو شريف هل ممكن يضايقوا بعض ولا بنفس الكيفيه دي؟ لا عادي. هي النظريه بتاعت امتى موسيماني بيختار بيرسي تاو مهاجم وامتى بيختار محمد شريف مهاجم. هو بيختار بيرسي تاو مهاجم لما بيبقى عنده في حسبته في الماتش رغبه اكتر في الاستحواذ، بمعنى انه عايز. هي الفكره فين؟ في 3 4 3 صعوبتها ايه؟ ان ظاهرين الجنب دول الباك اليمين والباك الشمال مفيش حد واقف قدامهم، فمالهمش محطه لعب. محطه اللعب بتاعتهم الاثنين قلبين الدفاع اللي وراهم او ثنائي الارتكاز اللي موجودين او الاثنين صناع الالعاب. فالاثنين صناع الالعاب بيبقوا عايزين يروحوا على الجول، فمش المفروض ان هم يكونوا المحطه. فثنائي الارتكاز لما بيتشغل في وسط الملعب الاثنين دول بيعطلوا. حلو. فموسيماني قال لك طب انا هستخدم حسين الشحات يمين عشان يبقى هو المحطه بتاعت اكرم، على اعتبار ان علي معلول عنده قدره عاليه ان هو يفك نفسه لوحده. حلو الكلام. فلما بيعمل كده بيبقى هيخسر حسين على الجنب، وبالتالي هو عايز بديل حسين بقى انه يبقى بيرسي تاو قادر مهاجم عشان يبقى قادر ينزل يساعد حسين، لانه هو اصلا ده مكانه، ينزل وسط الملعب اكتر وهكذا يعني. ده الفكره. في التطبيق بقى انا مش شايف ده بيحصل. يعني عارف كويس ان حسين، انا حسين بالنسبه لي بالمناسبه ايه الميزه اللي موجوده عند الرهيبه اللي موجوده مثلا عند محمد شريف؟ انه راجل سريع وبيروح على الجول. ايه الميزه الرهيبه اللي موجوده عند مجدي قفشه؟ ان الراجل الباص بتاعه بجنيه ذهب. ايه الميزه الممتازه عند احمد عبد القادر؟ الراجل بيرقص. ايه الميزه الممتازه عند بيرسي تاو؟ ايه الميزه الممتازه عند حسين؟ مفيش. ليه؟ لان حسين من نوعيه اخرى من اللاعبين. حسين البني ادم اللي بيديك 7/10 في كل حاجه. يعني حسين بيعرف يباصي وبيعرف يشوط وبيعرف يرقص. مفيش حاجه سوبر يعني. مفيش حاجه 9/10 بس مفيش حاجه 6/10. هتلاقي كل لاعب عنده 9/10 عنده حاجات 6/10. هو ما عندوش. هو عنده 7/10 في كل الخانات. وبالتالي هو البديل الجيد اللي لما بحس ان انا عندي لاعب غايب هو ممكن يعوض لي الباصات بتاعت مجدي قفشه، يعوض لي الاستحواذ بتاع فلان، يعوض لي المهاره بتاعت علان، بس هو مش اللاعب الاساسي في الحته دي. فعشان كده في ماتشات كتير بتحس ان هو مش بيديك اضافه كبيره،
فانت بتبتدي تحس ان لا نزل لي حد من الموجودين على الدكه يعني. بس اللي انا عايز اقوله ان 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 انا انسب لي ان انا اخد بيرسي تاو على الوينج واخد محمد شريف مهاجم في الوقت الحالي للاهلي لحد بس ما طريقه اللعب تبقى خلاص ثبتت، وبعدين ابتدي اضيف عليها بقى لاعب يوقع الريتم يعلي الريتم يتحكم فيه يامن لي جبهه يعمل التوليفه دي بشكل جيد. لكن في الوقت الحالي انسب لي ان انا اخد بيرسي تاو وينج واخد محمد شريف مهاجم. طيب من الاهلي هنروح للزمالك ونتكلم عن فوز الزمالك على المقاولين بهدفين مقابل هدف، ونشوف اللي حصل في المباراه ونجم اللي غير المعطيات كتير بعد شويه. الزمالك في غياب اوباما بيقرر كارتيرون انه مصطفى يكون موجود في العمق، ثم رزاق على اليمين، بن شرقي على الشمال، ثم لما حاول ان هو يغير في الشوط الثاني خرج رزاق سيسي اللي كان جيد جدا، نزل محمد ونجم، اتغيرت المعطيات كتير. الجمهور حس انه انت ليه خفنت مكانين، مكان بن شرقي دخل في العمق، مصطفى راح يمين وجي سيسي شمال، فظبطت مركزين وبن شرقي اصلا بلاي ميكر، وكانت الامور اتهندلت اسرع من كده. هل انت مع ده ولا دينا بنجرب؟ لا احنا ما كناش بنجرب. مصطفى فتحي لما بيتحط على الوينج اولا بيبقى مطالب ان هو يرتد يدافع، فبتاخد منه كتير. ثانيا بيستلم الكره من اخر الملعب فبيرقص لحد ما يخبط في اول مدافع، لان هو بالنسبه له مصطفى فتحي الكواليتي بتاعته الرئيسيه هي الكواليتي بتاعت اكل المساحه بالسرعه وبالترقيص وبالتصويب. تمام. اقل عنده شويه الباص، انه يطلع الباص من رجله في توقيت مناسب، محتاج يشتغل عليها 100% محتاج يشتغل عليها. بس هو في الوقت الحالي مصطفى يبقى سفاح، بيبقى في افضل حالاته، بيبقى سوبر هيرو لما بيلعب في القلب، علشان هو في سموحه مثلا كان بيعمل كده، كان بيلعب كانه مهاجم واحد، كانه مهاجم تاني، عشان المرتدات ياخد الكوره يبقى بالنسبه له ترقيصه واحده شوطه واحده جون. فانت بتقول ان ده مركز مصطفى في الملعب انه بديل اوباما. بالظبط كده، بالظبط كده، او اساسي على اوباما حتى بالنسبه لي. اوكي. ليه اساسي على اوباما؟ هو اوباما بيديني استحواذ، مصطفى بيديني مروحه على الجول، بس في نفس الوقت هو لو رزاق او نجم موجودين او زيزو النوعيه دي برضو تقدر تديني شويه استحواذ واقدر اوفر وقت واروح على الجول اسرع. فبالتالي مصطفى فتحي بالنسبه لي خيار ممتاز ان هو يكون اساسي. ففكره كارتيرون صحيحه. يعني انا اصلا بيجي لي ارتكارية من حته ان بحس ان لاعب عنده 9 من 10 في حاجه وعنده 4 من 10 في حاجه، ال 4 من 10 دي بتبقى 7، ده انت هتبقى في حته تانية. حلو ده، بس انت بتؤكد ان قرار كارتيرون كان مظبوط، ان مصطفى هنا دي العدله بتاعته، عشان دي اهم حاجه نوصلها للجمهور يعني. بكل تاكيد هي دي العدله بتاعته، ان مصطفى لما بيلعب على الوينج بيعاني من ان هو بيبقى بياخد الكره ويجري كتير قوي، فهي انت استغليت امكانياته بافضل طريقه ممكنه بانك حطيته في المكان ده. اشرف بن شرقي على فكره برضه هو جرب مصطفى في كذا مكان. مصطفى لما لعب ناحيه اليمين كان زي ما اتفقنا بيعاني من ان هو بيجري كتير بالكوره فبيضيع عليك وقت. لما كان بيلعب ناحيه الشمال هو بيخش للقلب كتير علشان هو مش راجل بتاع عرضيات. ماتش البنك الاهلي دخل للقلب كتير، خسر الكوره، هو بعيد جدا عن المنطقه اللي يكون موجود فيها، فاتعملت مرتده دخل منها جون الزمالك. فهو في افضل مكان ليه مصطفى فتحي. وفي نفس الوقت اشرف بن شرقي انا بالنسبه لي انا افضل ان اشرف بن شرقي يلعب صانع العاب، بس انا فاهم كويس ان الراجل ده كارتيرون من مدرسه ان لو واحد بيديني 9 من 10 في مكان انا مش عايزه يديني 8 من 10 في مكان تاني. مظبوط. مش هلخفن الاماكن. وهو 9 من 10 على الوينج و8 من 10 في القلب. ليه؟ لانه 9 من 10 على الوينج لانه حتى لما بيستلم في مساحه حتى لو قدامه 3 ممكن يرقصه، انما في القلب هو المساحات اقل، فبالتالي هو ممكن يرقص بس ممكن لا. وهو بالنسبه له ده الرقم واحد، يعني رقم واحد مش هخرجه كتير، لو عوزت ان انا اجيب بلاي ميكر هجيبه، غيرت مهاجم ممكن اوديه هو مهاجم، يعني هو بالنسبه له ده اللي بيتحرك عليه الفرقه. بحس ان هو مع بن شرقي كده يمكن اكتر من زيزو. اكيد، لان هو بن شرقي هو الحل، زيزو المكنه، بس الحل عند اشرف بن شرقي. الفكره بقى في نزول اوناجم بالنسبه لي، ان اوناجم انا العيب اللي عاب الزمالك في بدايه السيزون ده ان الديناميكيه بتاعت الهجوم بقت محفوظه قوي بالنسبه للناس، وبالتالي الفرق ابتدت تبقى دارسه الزمالك كويس، وزي بالظبط ما كانت دارسه الاهلي، فطلع الجيش عارف يوقف الاهلي مرتين، فالزمالك ابتدى هو كمان يتحفظ. ونجم يغير الديناميكيه، ونجم بيديلك كرات عرضيه كتيره وبيديلك خفه حركه كبيره على الوينج. وبالنسبه لي ونجم محل اتمنى ان هو يكون موجود في العدد دقايق اكتر في ارض الملعب، يعني فعليا
الفرقه هتبقى افضل لو ابتدى كارتيرون ياخد شويه ريسك. يعني في بعض المباريات اوباما يبقى ارتكاز تاني، اشرف بن شرقي في القلب ونجم على الشمال او رزاق السيسي على الشمال، الفرقه ممكن تاخد ريسك بان هي تغير الديناميكيه من ماتش تاني. بس هو ما بيعملش كده. انت عارفه يعني انا عارف صعبه جدا ما بيعملش كده، بس اتمنى ان هو يحس ان هو ده بقى اجباري. ممكن لو اتزنق في ماتش، لكن انه يبدا بده صعبه جدا يعني. طيب المواطن، مش الاختلاف ولكن التفضيلات، حازم قدم مباراه ممتازه، قد يكون واحد من نجوم المباراه بعد اونجم او زي اونجم. حازم يبدا على المسلوسي لو الاثنين توب فورم ولا لا، دي واحده. ثم الثانيه ان المقاولين رجع في المباراه رغم ان الزمالك استحوذ وسيطر وضيع فرص، رجع سجل هدف من خطا دفاعي وكان ممكن اخر هجمه يروح ويجيب هدف اخر. السؤال بتاع حازم المسلوسي، حازم في كل الاحوال يمكن مشكله حازم ان هو اصاباته كتير، فالاصابات منعته من انه يتطور في الوقت اللي هو كان فيه قرب من التوب فور. المسلوسي بيدافع احسن من حازم، بس في نفس الوقت معظم المباريات بتاعت الزمالك انت محتاج الحل الهجومي اكتر من انت محتاج الحل الدفاعي. وفي نفس الوقت المسلوسي مؤخرا حتى على المستوى الدفاعي ابتدى يبقى عنده مشكله. ايه المشكله اللي عند المسلوسي؟ انه ابتدى يفقد سرعه، فبالتالي بقى هو عنده بطء ومحمود علاء عنده بطء، وبالتالي خط الظهر بتاع الزمالك بقى مطالب ان هو يفضل واقف ورا علشان خايفين يطلعوا قدام يخشوا في سبق سرعات فيتكشفوا. فبقت ازمه، فبقت في مساحه كبيره جدا بخط الظهر وخط الوسط. طيب الجهاز الفني مصر انك تطلع، فبيطلع فبتيجي عليك هجمات وبتيجي جوان. فبقى الحل ان انا استغنى شويه عن اللعيبه الابطا لصالح اللعيبه الاسرع، حتى وان كان اللاعب الاسرع امكانياته الدفاعيه اقل. على اعتبار ان فاكتور طارق حامد هيحل كل حاجه. هو كده كده طارق موجود، هي هو طارق مش ضمانه للنجاح. مفهوم طبعا. طارق هو بس في ثقه يعني 100%. بس قصدي طارق لازم يكون معاه خط الظهر جامد، لازم يكون يعني انت عارف ان الطبخه ممكن تبوظ على شويه ملح، فكل حاجه في الملعب لازم تبقى مظبوطه. فبالنسبه لي حازم امام ادى تقل هجومي للزمالك، وفي نفس الوقت سرعته تقدر تساعد خط الظهر ان هو يطلع لقدام، وهي دي النقطه اللي الزمالك محتاج يشتغل عليها. اخر حاجه عندنا النهارده هي اختيار السوبر هيروز او افضل لعيبه كانت موجوده الاسبوع ده عند الاهلي وعند الزمالك، عشان نبقى بنكمل الشهر واحنا معانا مجموعه من المرشحين ان احنا يكونوا موجودين معانا في الحلقه الاخيره من الشهر، علشان واحد منهم يكون هو بلاير اوف ذا مانث او لاعب الشهر الموجود على مدار المسابقات اللي شفناها سواء كاس العرب او الدوري في الكره المصريه في الشهر ده. فتعالوا نشوف عز هيختار مين في الاهلي وفي الزمالك في هذا الاسبوع. عند الاهلي ما بين حمدي بيرستاو شويه اللي كانوا منورين، عند الزمالك في اوناجم، في حازم، طارق، فاكتور ثابت كل مره. هتختار مين المره دي؟ بيرستاو في الاهلي. بيرستاو، لان بيرستاو ده الراجل اللي تمريرته سليمه، تحركه سليم، نشيط، ذكي، بيروح على جول كويس، بيلعب برجله الاثنين. الراجل ادى للاهلي اضافه، سقط نقله يعني، خلى ده النايتروس بتاع العربيه. طبعا غير اللقطه اللي الناس كلها خدت بالها منها، الكوره في اخر ثانيه لو شاطها ضيع الناس كلها طبعا، وانت ممكن تشوطها احلى من جوم صراحه. انت ممكن تشوطها غرور، ممكن تشوطها قله حيله، ممكن تشوطها تسرع، ممكن تشوطها مش ضامن اللي بعدها تبقى عامله ازاي بالظبط كده، ممكن تشوطها قله وعي باللعيبه اللي حواليا في الملعب. هو ما كانش عنده اي حاجه من دول، هو كان عنده القرار الهادئ السليم الممتاز. فبصراحه هو يستحق اللقب بتاع سوبر هيرو في مباراه الاهلي. في الزمالك، الزمالك هي فعلا حسبتها صعبه شويه. طارق حامد يعني مستمر في كل حاجه، وكان يستاهل يجيب جول في الماتش ده، كنت حاسس يعني. ونجم غير المباراه، ونجم غير حازم كان ممتاز، وحازم كان ممتاز. فانا بصراحه مش قادر، انا هسيبك انت تختار. ده كلام يعني واحده واحده. انا شايف ان دي ممكن حازم، لانه كان مفاجئ يعني، الرجعه بالشيب ده كان مفاجئ، فانا ممكن اقول حازم. ماشي معايا؟ معاك. انا جيت معاك في بيرستاو، تيجي انت معايا في حازم. يلا بينا. نورتنا يا جولدن بوي حبيبي. شكرا جزيلا ليك. شكرا ليك. طبعا المسابقه علشان تكون واضحه لكل مشاهدينا، ان احنا في كل شهر بنختار لاعب الشهر، وبالتالي عز في اول طلعه اختار حمدي فتحي مع المنتخب المصري. ثم النهارده بنكمل معاكم، لان بعد مباراه قطر ما كانش ينفع نختار اي سوبر هيرو، وبالتالي فمن حمدي فتحي، بيرستاو، حازم امام، هم الثلاثه اللي نوروا شويه على مدار كره القدم المصريه او المسابقات اللي كنا بنتفرج عليها في هذا الشهر.
الحلقة الجاية إن شاء الله هنختار مين لاعب الشهر اللي كان موجود معانا، وبالتالي اختياراتك في الكومنتات مين هو لاعب الشهر هنشوف هتصيب معاك ولا هتخيب المرة الجاية. لو ظبطت كالعادة بنخش في السحب، وأول خمسة بيتوقعوا مين لاعب الشهر بشكل صحيح على صفحة سايب بيكسبوا معانا التيشيرتات. لكن لازم أقول لك إنه مش بس لاعب الشهر والتيشيرتات هي اللي موجودة، بل إنه كمان حساب الذهب دائما وأبدا. الرسالة الذهب مع سايب على 11.66 بتدخلك إن أنت كل شهرين في عندك خمسة بيكسبوا 2 جنيه ذهب. والحاجة الكبيرة اللي طبعا فيها أنا وعز إن إحنا في شهر 10 الجاي نخش على سحب المليون جنيه. كل التوفيق لكل الناس، ويفضل دايما اللعيب لعيب مع بنك سايب.